أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى أن الخطوات غير المسبوقة التي اتخذتها مملكة البحرين قد عكست التزام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بمسيرة الإصلاحات الشاملة والتي دشنها جلالة حفظه الله ورعاه. وقال سموه لدى لقائه اليوم في لندن بالسيد ويليام هيغ وزير الخارجية وشؤون الكومنولث بالمملكة المتحدة: إننا في مملكة البحرين نؤمن بحاجتنا إلى المضي قدما في مواجهة التحديات التي قد تعترض مسيرتنا الإصلاحية، مشددا في الوقت نفسه على أن التعامل مع كافة التحديات يجب أن يكون من أجل البحرين ووفق صياغة بحرينية خالصة وينفذ بروح بحرينية جامعة. وأبدى سمو ارتياحه لمسار التعاون والتنسيق البحريني البريطاني والعمل نحو دعم وتعزيز الاستقرار في المنطقة. من جانبه أعرب السيد ويليام هيغ عن سعادته بلقاء سموه ولي العهد مرحبا بزيارته للمملكة المتحدة، وسلم سموه رسالة من معالي السيد ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني. وأشاد الوزير هيغ بالخطوات التي اتخذتها البحرين من أجل تنفيذ العديد من التوصيات، كما تطرق للحديث عن العلاقات المتميزة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأشار وزير الخارجية البريطاني إلى أن هذه العلاقات تسير في الاتجاه الذي يتطلع إليه الجميع.